بلوك 1 الماس 2 كيلوغرام starts from rest at point A and slides down a frictionless ball of radius 0.8 meter. It collides with block 2 اللي هو 3 كيلوغرام at point B and two blocks stick together after the collision. اسكوب بعض. Will you find the speed meter per second of block 1 just before the collision؟ يعني اول ما نزل تحت. Conservation of energy تساعدني. عندنا شوية طاقة وضع فوق بتحول لطاقة حركة تحت. فوق ما كانش فيه حركة لكن كان فيه ام جي اتش ام، الجي اللي هي بعشرة والاتش اللي هي بار. تحت نص ام في تربيع وما فيش طاقة وضع. اشطب الام على الام. اذا الفي جذر التربيع الاتنين في عشرة R point 8 يساوي دي 20 16 يعني 4 متر بير سكند. ده البارت A. في البارت B we find the speed of the composite MA زائد MB بعد ما stick together will just after the collision. نطبق momentum conservation أو conservation of momentum اللي هو signal MB before يساوي سيجما ال ام في افتر. الام الاولاني اتنين ولما اصطدم كان اربعة. بلوك بي كان تلاتة وكان بصفر متوقف، صاروا خمسة في في مشتركة. اذا الفي بتساوي تمانية على خمسة 1.6 متر بير سكند. الاتنين مع بعض. بيقول لي كمان find the normal force acting on the composite just after the collision. يعني بيقول لي هنا في ام جي ضمن 5 في 10، هنا في ان طبعا في acceleration رايحة ناحية المركز اللي هي ar. هقول سيجما الفورس طبقا لقانون نيوتن الثاني تساوي ام اي ار. الفورس ان ماينس ام جي اللي هي 5 في 10، الماس 5 الاتنين مع بعض 1.6 تربيع على الار. اذا الان كذا نيوتن اللي هي 50 زائد 5 في 1.6 تربيع تقسيم البوينت 8 يعني 66 نيوتن. يبقى الفور الفيلوسيتي اهي وادي النورمال فورس.